تحفة يا وأمانة بيبي. بس يلا وأنا هنبدأ كمان. الحصة، هنشرح النهاردة جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. بس في بداية الحصة بقى وأنا كله يفتح الكاميرا ويفتح المايك ويبين لي إن الكتاب مقفول علشان نبدأ تسميع يا شباب. يلا كله يفتح الكاميرا ويفتح المايك بس ويبين لي إن الحجاب الكتاب مقفول. ممكن حد أروح بس الحجاب ممكن إيه؟ ممكن أروح ألبس الحجاب بسرعة. بسرعة. ماشي يا حسناء، ازيك؟ شطورة يا جنى. جنى بدأت اهي، وريتني الكتاب مقفول. كل يفتح الكاميرا وريني ان الكتاب مقفول. ماشي هروح اجيب الكتاب وايه ماشي ميس. انا ما اعرفش ميس ما في حفظ بس احاول. وانا مس برضه ازاي ما هو انتوا مش كلكم على جروب الواجبات؟ ايوه ميس انا ما بعرف مش عارف. ازاي مش عارف؟ طب ما احنا اصلا من غير ما نقول على جروب الواجبات قبل ما انا بخلص الحصه معاكم بقول لكم احنا هنحفظ، هنسمع صفحه كذا وهنحل الواجب صفحه كذا، ولا ايه؟ ما مش اعرفش عملنا كده الحصه اللي فاتت وكلنا اخر علمنا على مرة الواجب كده والحفظ؟ مش اخر مرة كان الامتحان كان عربي. لا اخر مره تاني كان درس والله. لا كان درس كان كان درس درس يا كرة بابا. السرعة. كرة السرعة ما كنتش وقلت عارف. علينا حاجة قلت انا علينا عارفة، حاجة انا كتير. عارفة اللي احنا علينا صفحتين واجب، بس مش عارفة اللي احنا علينا حاجة. طب ليه ما تعليم عرفتيش يا رودين؟ ليه يا ميس حبيبتي؟ بالنسبة الخطة جيت الجاية لا اسألك أعرف. أنا، جيت أسألك أم الملك فاصل. جيت اسألك ايه؟ جيت أسألك أم الملك فاصل ولابس يلا يا جنى. كوشة. يعني كده رودينا وعلي وعمر مش حافظين. أنا وحساء وحبيب. كده انا هزعل منكم جدا جدا. ليه؟ ده احنا شطار. انا اسأل لسه لو اسأل. عليا كنت انا لو عليا مش كنت احفظ بس انا ما اعرفش. يعني ماشي ايه يا عمي معرفش؟ انا ادخلوا اسألوني، ادخلوا اسألوني، ادخلوا على الجروب اسألوا، ابعتوا لي زي ما انتوا ابعتوا ورقة الامتحان كده يا مس احنا الحفظ النهارده ايه واسألوني في ايه. اللي عايز يذاكر هيذاكر على فكرة، مفيش حاجة اسمها معرفش. في حاجة اسمها انا ورايا حصة عربي قبلها كده، قبلها بيوم كمان بالليل اقعد واكتب واجباتي واذاكر، وتاني يوم اراجع على انا ذاكرته اشوف انا كان ورايا ايه النهارده. ايه اللي بيحصل ده؟ عمر ده مس مش انا اول مره يا عمر، كل مره ليك حجه معينه وده ما ينفعش. مس انا اخر روح مره كنت وقتها هقعد لما اتعب. يا مس انا حفظت نعم يا مس المعاني دي حفظت المعاني دي بعد الدرس على طول والواجب. انتي جميلة. انا يلا جيت يا جنى. لحقت الواجب. ماشي يا بيبي. يلا يا جنى. باهظة الثمن، باهظة غالي الثمن. غالي ماشي متينة يا حبيبة، معنى متينة. متينة طحينة سمينة متينة قوية قوية قوية. مين اللي مس بيرد؟ مس رد دايما مين اللي بيرد؟ دايما دايما يا مس. هو ده دورك يا رودينا؟ مس. ممكن تقولي لي حاجة تانية؟ معنى العديد يا حبيبة، العديد. العديد الكثير. معنى يا حسناء، المتعارف عليه. المتعارف عليه، المتعارف عليه. من الواضح المتعارف كده ان في تليفون في ايدك وانت عماله تلعبي في التليفون. تليفون ايه ده وبتعملي ايه؟ مش كنت بفتح الجروب. افتحي الجروب ليه دلوقتي؟ احنا في وقت التسميع دلوقتي، مش عايزه لا تليفون ولا اي حاجه في ايدك، عايزه اشوف الكتاب مقفول بس. مش دخل في جروب بس الرعب. انا بره اصلا.
يا حسناء. مس دي داخلة على جروب الرسمة تخليش. طيب المتعارف عليه حسناء. متعرف عليك مس، انا عرفتها يا مس. انا مدخلة وهي ما عرفتش. جنى لو سمحت خلي الوقت يفكر، لما المس تقول تجاوبي يبقى جاوب. ما قلتش حاجة، ما جاوبتش في دورها يعني. عشان استنى كده حسنا، عشان كده كده عشان حسنا معروف يا ميس المعروف يلا يا جنى. المألوف. بس انت ما حفظتيش؟ لا يا ميس حفظت، وبعت لك كمان ورقة حفظ على الجروب. طيب معنى تتأرجح يا حسناء. تتأرجح، تتحرك. ماشي. معنى يا حبيبة. نعم. معنى لاقت. لاقت. لقط، لقط، لاقت. لقط، نالت. نالت. شطورة. معنى عقدة يا جنى. عقدة. ربطة. معنى تتمزق يا حسناء. تتمزق. يا ناس دقيقة، تمزق، دقيقة، ممكن ايه؟ تمزق. دقيقة. اتفضلي. ماشي، لو ما عرفتش يا ناس انا هقول، لو ما عرفتش هقول. ماشي. تتمزق، تتخرب، وتتخرب. مين اللي مش بيتكلم؟ ممكن محدش يتكلم. اللي مش حافظ ما يتكلمش لو سمحت. لما تبقوا تحفظوا تبقوا شطار زي اللي بيردوا عليا دلوقتي تبقوا تردوا. أسأل ماشي. مين؟ أنا قولي عارفة أنا قولي يا حافظة حبيبة. ولا لأ. تتقطع. تتقطع. ماشي. مضاد الوساعة يا جنى. الضيق. مضاد متينة يا حبيبة. مضاد متينة. مضاد متين، متينة. أيوة أنا عارفة يا ميس، أنا عارفة. مضاد لا يلا ضعيفة، ضعيفة. ضعيفة. مضاد ثابت يا حسناء. مضاد ثابت. تتأرجح، ثابت ايه؟ تتأرجح. ماشي. أو متحرك مثلا. تتحرك، ماشي. أو تتحرك، مضاد يا أو جنى. تتحرك يا ميس، أو تتحرك. ماشي. جمع يا جنى. جمع نشاط. نشاط، أنشاط، ايه؟ أنشاط. لا. قولي يا ما حبيبة. عارفة. نشاط. أنا زمان كنت بسمعها. أنشطة. أنشطة. شاطرة. أنا كنت في المدرسة الأولى، المس كانت لسه بتقول لي قلت الدم. أنشطة، يلا نعمل، يلا ما بدأتيش. يلا يا أيوة يلا يا جنى. ليش أنا جمع كنت شكل. بعيدة؟ أنا قلت بالجم. أشكال، لا أشكال، أشكال. ما حدش يجاوب في دور حد لو سمحتوا. واللي مش حافظين مش هيجاوبوا معانا. خلاص انتوا بره الموضوع دلوقتي. انتوا خلاص مش حافظين. اللي يبقى حافظ يبقى حافظ كل حاجة. نعم يا ماس. ولو سمحتوا بعد كده اي حصة هتبدأ للعربي انتوا مش عارفين ايه اللي وراكوا تبعتوا على الجروب. وكله هتعرفوا انتوا وراكوا حفظ ايه وواجب ايه. بس انا كل مش مرة هيبقى في بحفظ. اعذار بعد كده يا عمر. انت وعلي ورودينا مش هيبقى في اعذار تاني. الشاطر معايا النهارده هي حسناء وحبيبه وجنى. ماس مبسوطه منهم بقول لك، جدا. ماس بقول لك جمع شكل أشكال. يا رودينا انا مش هحسب اي حاجه انتوا بتقولوها عشان انتوا مش حافظين اللي معاني ولا المضاد. ماس دي جنى هي اللي جاوبت، قالت جمع شكل أشكال. ما جنى انا عارفه ان بس، جمع شكل اشكال. بس كان دوره ودايما قالت كان دور جنى. مفرد مكونات يا حسناء. مكون. مفرد
قواعد يا حبيبة. قاعدة مفرد الأماكن يا جنى. مكان جمع ملعب يا حبيبة. ملاعب جمع الشاطئ يا حسناء. شواطئ مضاد البسيطة يا جنى. البسيطة دقيقة أنا عارفة الفخمة الفخمة بس حاجة بسيطة. مضاد البسيطة بيتك الفخمة الإيه؟ الفخمة لأ بس ممكن أنا عارفة دقيقة دقيقة قولي حسناء. طب البسيطة السهلة مش السهلة ممكن نقول. السهلة قولي قولي حبيبة. السهلة يا ميس السهلة بقول المعقدة. لك السهلة السهلة شطورة يا بيبة. لا مضاد البسيط. شاطرة يا بيبة. مبسوطة منكم النهاردة يا جنى حبيبة وجنى وحسناء. حسناء حفظك مكانش قد كده بس كنت نوعا ما كويسة، انما عمر وردينا وعلي زعلانة منهم جدا. احنا عايزين نبقى شطار طب في يا ميس حماس كده. ممكن نعيد على فكرة المعنى دي أنا الصف كنت الجاي عمالة أقولهم، واحنا أنا يا ميس كنت نحفظها عمالة أقولهم في سر، يعني لو كنت عارف إن هما كده كنت جاوبت، كنت عمالة أقولهم في سر، يعني دول مش محتاجين حفظ. بحب ميس ثقتك في قلت نفسك أوي يعني. أنا يا ميس فجأة حافظهم كده من غير لما أحفظ الكتاب، أنا حافظهم كده. ميس أنت يا ممكن ميس تعيلي عشان النهاردة عندي امتحان ICT عشان حافظ درجاتي كلية خلصت. شطار يا رب. أنا إن شاء الله النهاردة الامتحان يجي سهل، إن شاء الله الامتحان يجي سهل ودرجة حلو فيه كويس جدا. ميس أنا يا ميس طب أنا يا ميس أنا دلوقتي يا ميس أنا عندي مشكلة بقول لمامتي دلوقتي تكلم ميس ريهام. أنت عندك أنا مشكلة؟ أنا يا ميس دلوقتي حصة الـ ICT أنا اتنقلت من اللغات العربي، اللغات اللي هي الـ ICT ما حضرتش فيها غير بتاع 5 حصص 6 حصص، المهم يعني هي حاجات قليلة. بعديها اتنقلت خلاص على طول عربي، عربي ما خدتش ولا أي حصة اسمها إيه تكنولوجيا، وأنا هخش الامتحان كده على باب الله، فما فيش حاجة أعرفها في ماشي، الامتحان، إن شاء هخش الله الامتحان يبقى سهل. إن أنا شاء داخل الله الامتحان يبقى سهل يا شباب. ميزة الـ ICT سهلة أوي بالعربي، التكنولوجيا أكتر بالعربي. أنت تمام عارفة كده شايفين السبورة؟ كده شايفين السبورة؟ حسنا انت عارفه الدرس اللي انت بتاخديه هو بس انت بالعربي واحنا بالانجليش. عارف أقدر شوفي دلوقتي الامتحانات الاسكان، احنا خدنا الاسكان واخدنا اجزاء كلكم الجسم اقفلوا وانا المايك يا شباب. كله يقفل المايك ويسمعني بقى. ماشي. كله طب يا يقفل ميس المايك ويسمعني بس. اللي مش هيبقى حاضر فاهم حاجة يفتح المايك يسألني. بقول لحضرتك اقفل اقدر افتح الكتاب دلوقتي. زي ما انت عايزة بس احنا هنشرح السبور. تمام هناخد النهاردة جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يعني ايه؟ جمع مذكر سالم قالك هو اسم. هو اسم معنى كده ان هو بيكونش فاعل. هو اسم بيجي مع الاسم فقط مش مع الافعال. هو اسم يدل على أكثر من اثنين عاقلين. عاقل يعني بيفهم. عاقل يعني ايه؟ بيف يا جماعة انتوا قافلين الكاميرا ليه؟ أنا قلت اقفلوا المايك بس مش الكاميرا أقسم بالله. أنا فاتحة بزيادة ماشي ممكن واو تساعدني ونون أو ياء ونون. ماشي ينفع تديها حاضر. جمع مذكر سالم قالك هو اسم. هو اسم. اسم يعني ما بيكونش فاعل.
يدل على أكثر من اثنين، اثنين مذكر، أكثر من اثنين، أكثر من اثنين يعني ثلاثة أربعة 10 20 100، بيدل على كتير جدا بزيادة واو ونون. يعني الكلمة بيبقى آخرها إيه؟ العلامة اللي بتعرفنا إن دي جمع مذكر سالم بتبقى آخرها واو ونون أو ياء ونون. كله يفتح الكاميرا يا شباب، محدش يقفل الكاميرا. رودينا حبيبة، أسفة يا مس، كنت بجيب حاجة. استأذني يا حبيبي. بس بصي، أنا كمان عندي صبور، انت جميلة شطورة. بس طيب طباشير. هناخد مثال، نقفل بقى المايك يا حبيبة ونركز، وكله يفتح الكاميرا ويركز. يا رودينا الكاميرا، يا رودينا. المخترعون، المخترعون. ده مذكر سالم. نسأل نفسنا، هو ده اسم ولا فعل؟ اس اسم. اسم اخره ايه؟ اخرج واو ونون. تبتدي بألف. طيب هو جمع ولا ايه مفرد؟ مش هو هيبقى مخترع مذكر؟ ولا مخترعون كتير؟ ده جمع مذكر كتير. فيش يبقى ده جمع. وألف اسم وألف جمع فيش مذكر، وألف وته وألف وته هتبقى مؤنث. يبقى ده جمع مذكر سالم. ماشي. عاقل ولا غير عاقل؟ المخترع ده بيبقى عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. شطار. طيب لو احنا كلمة المعلم، المعلم دي مفرد ولا جمع؟ مفرد نحاول مفرد. نعمل عليها عايزين نخليها جمع مذكر سالم. انا اقول ايه؟ المعلمين، المعلم المعلمات لا المعلمون. جمع مذكر سالم، هنحط في الاخر معلمون واو ونون او ياء ونون. المعلمون او المعلمين. ملحوظة بقى ان نون جمع المذكر السالم بتكون مفتوحة. فاكرين نون تمام. جمع نون المثنى كانت ايه؟ مكسورة ولا مفتوحة؟ مفتوح مفتوح نون المثنى مقبولة مقبولة. مكسورة ولا مفتوحة؟ عليها كسرة، عليها فتحة ولا تحتها كسرة؟ لا كسرة. فيها كسرة، تحتها كسرة. كسرة. طيب هيجي يقول لك ايه؟ مثلا زي عندك برضو ايه؟ مهندس. عايزين نخليه جمع، هنقول ايه؟ مهندسون. مهندسون أو مهندس. مهندس. حضرتك عارفة إن أنا مهندسون. بعرف أعمل من مذكر لمؤنث، أحولها شبه مهندسون مهندسات. شطورة. طب جه يقول لك ايه؟ ضع دائرة حول جمع المذكر السالم. ضع دائرة حول جمع المذكر السالم. طب ايه جالك ايه؟ زي مثلا كلمة مجتهدون، وعندك كلمة معلمين، وعندك كلمة يشربون. لك حط ضع دائرة حول الجمع المذكر الثاني. أول حاجة هنسأل نفسنا، ده اسم ولا فعل؟ لو اسم وآخر واو ونون يبقى ده جمع مذكر ثاني، لو فعل وآخر واو ونون لا يبقى ده ماهوش جمع مذكر ثاني. طيب أول كلمة عندنا مجتهدون، ده بحط اسم ولا عليها فعل؟ دائرة. ايه بحط عليها دائرة؟ لا شاطر. لا يعني ليه؟ بقول اسم اسم يعني اسم آخره ايه؟ واو واو ونون ونون. يبقى ده كانوا جمع يوم. مذكر سالم، ده جمع مذكر سالم ولا لأ؟ ده يبقى نحط عليه دايرة. طيب معلمين،
لا معلمين نشوفها اسم ولا الاول؟ لا اسم 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 اخرها ايه؟ اخرها نون، اخر اخرها لا اسم ونون. ونون يا الخطأ نون. ليه ده؟ ده جمع ولا مفرد؟ جمع جمع. جمع مذكر الخطأ ليه ده؟ سهل. طيب يشربون. جمع 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 ده مذكر اسم فعل ولا فعل؟ فعل فعل اسم فعل ما ينفعش مس. مين اللي بتقول اسم؟ ثانية واحدة شوية. فعل 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 ده يشربون أولها ياء فعل مضارع. ينفع تجيب جمع مذكر كمان لو سالم؟ ضفنا عليهم ألف والخميس هتبقى قال في حاجة يشربون. اسمها قال يشربون؟ لا لا لا، يبقى دي مش جمع مذكر سالم، يبقى مش هنحط عليها دايرة. مش هنحط عليها ايه؟ دايما دايرة. ماشي، تيجي يقول لك ايه؟ حول الجملة من المفرد إلى الجمع. طب إيه هي الجملة؟ قالك إيه؟ هذا فنان مبدع. هذا هذا فنان مبدع. عايزين نحول للجمع. هذا هذا دي إيه؟ فنان. أول حاجة نسأل نفسنا، هذا دي من ضمائر الغائب ولا أسماء الإشارة ولا ضمير متكلم ولا مخاطب؟ إشارة إشارة أسماء إشارة الإشارة. طب الجمع في أسماء الإشارة بيكون إيه؟ يكون ماشي، هذا الجمع في أسماء الإشارة. جمع أولاء أولاء هؤلاء. شاطر يا عمر. فنروح قايلين إيه بدل هذا؟ هنقول هؤلاء هؤلاء. هؤلاء طب فنان ده فنان، ده مفرد مذكر. مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث؟ معظم مفرد مذكر مذكر. لما نيجي نجمعه هنجمعه جمع مذكر سالم، فهنقول فنان. فنانون فنانون طب مبدع هيبقى ايه؟ مبدعون مبدعون. فنانون مبدعون. ركزي معايا يا حبيبة دلوقتي. يا بس والله مش مركزة، بكتب اللي حضرتك بتقولي عليه. لا ما تكتبيش دلوقتي حاجة. هو مهندس ماهر. عايزين نجمع. هم دي أول حاجة هنبص لها. هو ده اسم إشارة ولا ضمائر غائب ولا مخاطب ولا متكلم؟ دمار غاب دمار مخاطب. غاب طيب الجمع في ضمائر الغائب بيكون ايه؟ هم للمفرد، هم للجمع المذكر، يبقى هو تبقى ايه؟ هم. طب مهندس. مهندسون مهندسون. مهندسون مهندسون مهندسين مهندسون. لو كانوا مهندسون كانوا هيقولوا هؤلاء مهندسون، إنما هنا بيقول لي هذان مهندسان رائعين. أهم هذان مهندسون رائعون. ثانية واحدة يا شباب. يبقى احنا قلنا هذا استنى، فنان مبدع. هؤلاء فنانون مبدعون. إلا إيه؟ مبدعون. إلا إيه؟ هؤلاء هؤلاء فنانون فنانون مبدعون فنانون مبدعون مبدعون. مبدعون. طيب لما جينا نقول هو مهندس هما ماهر، عارفة هما جمع هو ايه؟ الجمع مذكر السالم. بنقول هم مهندسون مار مارين مهندسون مهندسون ماهرون ماهرون. جيرون هم مهندسون ماهرون طيب لما يقول لك انت باحث عالم. انت بارع. أنتم باحثون بارعون. انتم أنتم هنقول ايه بقى؟ هنقول باحثون ايه؟ بارعون. انتم
طم باحث باحثون بارعون 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 بارعون. بارعون. أنتم ركزوا معايا أنتم باحثون بارعون بارعون. حد مش فاهم باحثون. حاجة في اللي أنا بشرحه ده؟ لا لا فاهمين، كله مفهوم. فاهمين؟ فاهمين؟ أيوة اه احنا فاهمين. أساسا أخذناه في سنة ثالثة. ماشي. طب ناخد النهارده جمع مذكر، ناخد جمع المؤنث السنة عشان يبقى حاجة ايه؟ خلص، ممكن تعمل لنا ان بعد ما نخلص امتحان، مش امتحان شهري، احنا ما حاضر. خلصنا منه. مس انت قلت امبارح هتبعت لنا الدرجات النهارده. اي اي والابلاغات كلها تبعتها اخر الاسبوع يعني، انا بعتها في نص. يعني يا جماعة المفروض ركزوا بس النهارده. معايا، ركزوا بس معايا. طب احنا خلاص خلصنا جمع المذكر السالب، هناخد جمع المؤنث السالب. طب ايه هو جمع مذكر المؤنث السالب يا مس؟ قال لك هو اسم مذكر يدل على اكثر من اثنتين اسمك بزيادة ألف وتاء على مفرده، بمعنى مفرد مؤنث بيجيلنا احنا هنجيب منه الجمع. لما نجيب منه جمع من مفرد المؤنث، لما نيجي نجيب منه الجمع بنجيب جمع مؤنث سالم. هو يبقى الفرق مفرد بس اللي مؤنث هو المؤنث. هيدينا جمع مؤنث سالم، مفرد المؤنث لما نيجي نجمعه هنجمعه جمع مؤنث سالم. بمعنى يعني مثلا كلمة معلمة هي دي معلمات مفرد ولا جمع؟ مفرد، هتبقى معلمات مفرد. عايزين نخليها جمع بقى، هنقولها ايه؟ ناس شايفين معلمات. التاء المربوطة دي؟ شايفين التاء المربوطة دي؟ هنخليها ألف وتاء، هيبقى معلمات. معلمات. ماشي. طيب عندك ايه تاني؟ مثلا طالبة، مفرد مثنى، هيبقى ايه؟ طالبات. طالبات. ماشي. عندك مثلا مهندسة، مهندسات دي مفرد مؤنث مهندسات هنخليها ايه؟ مهندسات. مهندسات فهمتوا؟ طب ليه ميس ما قلناش مهندستان؟ عشان دي مش مثنى، المثنى اتنين، مهندستان اللي اخرها الف ونون دي مثنى، انما اللي اخرها الف وتاء دي جمع مؤنث سالم. فهمتي قصدنا؟ يبقى اللي اخرها اللي هي اسمها ايه؟ الف ونون. جمع مؤنث سالم اللي هي اخرها الف وتاء. وتاء ألف ونون يبقى مثنى، واو ونون يبقى جمع مذكر سالم. تمام. فهمتوا؟ طيب جه قال لك إيه؟ قال لك إيه؟ حول هذه الجمل من المفرد إلى الجمع. حول هذه الجمل من المفرد إلى الجمع. طيب ايه هي الجملة؟ قال لك ايه؟ هذه مديرة ناجحة، هذه مديرة ناجحة، عايزين نخليها جمع. طيب هذه هتبقى ايه؟ جمع هذه